اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناة مصطفى جيمنج. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لمزيد من الاخبار بلعبة محاكي الشاحنات يو اتراك سيميليتر. اليوم نحكي عن التوسع القادم، توسع غرب البلقان ويست البلقان، يلي اعلنت شركة اس اس المطورة للعبة يو اتراك انه حيتم اصداره في تاريخ 19 اكتوبر 2023. طبعا هي البوست اللي نشروه قالوا ان احنا حاب أخبركم بهذا التاريخ، تمام؟ فهاي التوسع اللي حيكون في مدن وفي فيديو كمان بإمكانك تشوفه، حاطين فيه تريلر رسمي على كل المدن. طبعا حاطين إنه الفريق قام بعمل عمل صعب جدا، هارد وورك يعني كذا، لحتى أعطيك المنطقة. هي هي المنطقة اللي راح يغطيها الدي ال سي، بتشوف أنت هي المنطقة عندك، تمام؟ هاي هي المنطقة. شوف هاي البلدان، هاي المدن، هاي البلدان اللي فيه. انت عندك كرواتيا وصربيا والبوسنة وهرسك، ألبانيا، بظن في بقلبه 8 دول أو 7 دول تقريباً، كلهم دول غرب البلقان، من هون من شرق إيطاليا وجنوب أوروبا. هاي هي المنطقة اللي بغطيها توسع جديد في حوالي 30 مدينة. أنا عديت مدن، 30 مدينة جديدة. حاطين بعض الصور، هاي الصور للتوسع. شوف ما أجمل التوسعات، ما أجمل المناطق، كلها حنلعب فيها إن شاء الله، تمام؟ هاي الأجواء اللي ممكن تتوقعها بخريطة جديدة. أعطيناك صور مناطق هون. I love want to say big thank you، بشكر الناس على مساعدتنا في تطوير هذه الخريطة و انتظرونا بالتوسع. هاي التوسع 11 يوم من تاريخ تسجيل الفيديو 19 أكتوبر. جهزوا حالكم، حطوا wish list على ستيم مشان تشتري التوسع الجديد. طبعا التوسع الجديد مو ذاكرين السعر، بس أنا بتوقع مو أقل من $15، 15 أو 20 دولار بظن، بس لسه ما في شيء رسمي. فهي التوقعات، حبيت ان لكم خبر، حبيت بس خبركم عن التوسع الجديد. شو رايكم بالتوسع الجديد؟ متشوقين تسوقوا فيه؟ متشوقين المناطق الجديده اللي فيه؟ انا صراحه بحس انه هذا حيكون افضل توسع اس سي اس عملوه بحياتهم، خصوصا مع الجرافيك الجديد اللي راح يوصل مع الاصدار 1.48.5. فكلياتنا عم نستنى. وهيك بحب اختم الفيديو، اتمنى تكون الفيديو عجبكم، معلومات فادتكم. لا تنسوا اللايك، شاركوا الفيديو مع اصدقائكم ليعرفوا موعد اصدار التوسع. اما من هون لفيديو جاي، اترككم في امان الله.